أنا من كلام الدكتور اي نعم الفاضل هذا الله يجزاه خير الله تو يوسع. أخذت يعني نقطة هي اللي بنطلق منها. يا سلام، بسم الله متحملوني عاد في طرحي وأسلوبي. كلنا مع بعض مرة يعني. يا مرحب. أولا ذكر كورونا كانت جائحة فعلا مرت على العالم، يا احنا بالحال، لكن احنا اللهم لك الحمد حققنا فيها يعني نتائج طيبة يا رب لك. كورونا هذه طبعا أنا ما أدعي أني كسبت فيها كثير، لكن ألهمني الله عز وجل وأعاني أن هذه المحنة جعلتها بتوفيق من الله عز وجل منحة. يا سلام يا سلام. الواحد يقتنص الفرص، لأن الفرص إذا جت ما تعود. طيب الآن العالم مر عليها وقت ثم وقت ثم وقت من ناحية الحجر في المنازل إذا صحت التسمية، نعم، أو منع يعني الخروج من المنازل. فأنا قلت الآن، أول كان 6 ساعات ثم 24 ساعة، وصلنا إلى 24 ساعة ما تخرج من منزل كل ساعة أو ساعتين للضرورة. ففكرت قلت هذه المحنة يجب أني أجعلها منحة. كيف يا ربي؟ سألت الله عز وجل أنه يهديني ويوفقني. أول شيء، ولا أدعي المثالية والكمال، قربت من إعلاني علما أن ما في أحد ترى راضي، ما يرحم إلا الله سبحانه، لا إله إلا يدخل مشاركة يقولون يا إيبه تراك مقصر في الجلوس معنا. لكن قربت يمهم، حاولت أني أفهمهم ويتفهموني، وحاولت أني أفهم أفكارهم، ولو ما كانوا يعني مقتنعين مثلا من أسلوبي وطرحي وقربي لهم 100%، إلا أن يعني الفائدة ما تنعدم. كان عندي أسلوب حواري يعني يختلف عن بقية الآباء فعلا. كنت أجي أقول لهم، أقول يا بابا اسمعوني، الآن أنا بإمكاني أجي ولا واحد من أفراد الأسرة يقعد يقول أنا درست وأنا جمعت وأنا فهمت وأنا سويت وأنا 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 وأنا، هذا في كل المجالس أو في كل الحوارات العائلية أو الشبابية يكون هذا. لكن يا بابا إحنا نبغى ناخذ منحة آخر بأسلوب وحوار آخر، تحملوني. قالوا شلون؟ قلت أنا بعلمكم باختصار. كل واحد منا ابتداء مني أنا أذكر لكم مشكلة مثلا فيني عجزت أني أحلها أو حليتها بصعوبة أو يسر الله عز وجل لي وحليتها. فإذا طرحت المشكلة هذه تساعدوني على حلها، حتى لو أنكم أبناء الصغار. عمر رضي الله عنه أحيانا يستشير صغار الصحابة لحدة عقولهم. هذا الصغير أنت الآن يلي تحقره، ولا أنك أنت ترى أنه ما يعرف يتصرف ولا ما يعرف يدبر، والله أنه يتصرف تصرفات أحيانا أفضل منك يلي وصلت 40 وبلغت أشدك، ولا 50 ولا 60. عنده تطور مع الحياة، عنده تحديثات يعني مستمرة. فقلت لهم يا أبوي أنا كان عندي مثلا مشكلة كذا 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 كذا، أنا أحس أني حليتها 50%، فعلموني الجزء الآخر من حلها. والله يخرج منهم حكم، يخرج منهم درر. قلت الله الله الله، ربي وربكم. هذا الصغير الآن اللي لك سنين وانت تربيه أحيانا يكون يعرف شيء أكثر منك أنت يا والده. صح، سبحان الله. في يوم طرحت عليهم الأسلوب هذا حتى حبوا الجلسة. يعني مسألة أنك أنت كأب ولا كمدير ولا كمسيطر اسمع وأطع اسمع وأطع، ما أريكم إلا ما أرى، ثم أنت أخذ هالعصا، ولا أنك تشدد عليه في الكلام. حتى من الرهبة أحيانا ما يستجيب لكل شيء، صح، إلا ما يعني يكذب بسبب خوفه، إلا ما يعني يحاول أنه مثلا يقلل من قيمة هذه الجلسة أو يشرد ذهنيا. فبسبب يعني الحوار الجديد بالشكل الجديد هذا، بدأ أنا بنتي هي أكبر يعني بكري بنت، فقالت فعلا أنا عندي مشكلة، المشكلة كذا كذا كذا، وأنا فعلا يا والدي أبي حلها. قلت الحل بتجدينه عند أخوانك، أنا حتى الآن ما رزقني الله حل. وفعلا تشاركنا في الحل. فما مضت ساعة، ما مضت ساعة، أنا اللهم لك الحمد عندي من الذرية 12، ما مضت ساعة إلا وكل واحد معطينا مشكلته وتساعدنا وتشاركنا في حلها حسب استطاعتنا والله أعلم. فهذا النموذج الجديد، أو ما نقول جديد، الواحد لا يدعي أنه هو رقم واحد في العالم، لكن أنا أتوقع يعني أنه ممكن أنه يكون أسلوب طيب ونافع للأبناء. هذا الأسلوب الجديد النافع للأبناء بحسب ما جربته أنا، أتوقع أنه ما يجعل سآمة أو يجعل فيه نوع من التحرج. الجميع يشارك، الجميع يبدي الرأي، حتى يقولون والله واحد منهم
الثالث من تحت قالوا يا يبه انت تخطي. قلت ايه وانا ابوك انا اخطي. قالوا انت عندك اخطاء. قلت يا كثر اخطائي وانا ابوك اسمعها وحاول انك تساعدني في حلها. كان هذا الطفل الصغير يظن ان ابوه رسول مرسل ولا نبي ما يخطي معصوم. قلت لا يا بابا انا يجب اني يعني اتعلم وما زلت اتعلم وما فيه كبير الا وله كبير. يا زين حكمه اخوان المصاري اللي ما له كبير يشتري له كبير. انا لابد اني افهم اتعلم. اذا الله عز وجل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطالبه بامر يعني وحيد وقل ربي زدني علما. العلم مو بشرط انه شرعي او هندسي. العلم مجاله واسع مطلق. صعبه انك انت تقيد العلم الا بدليل. العلم واسع كل ما تستفيد منه انت يا الانسان ويستدعيه عقلك ولا ان عقلك يطلبه هذا علم. فسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم. آمين. وانا ما ودي اطيل بحيث ان المجلس يدور واذا جيتوني مره ثانيه اعطيتكم محورا اخر ان شاء الله يفيد الجميع. يا سلام. يا سلام. لا جدا الكلام اللي طرحته والفكرة